هادي العمليه الاولى اللي كتشوفوا كما كتشوفوا كنلوحوا واحد برودوي شيميك على الكاروسري ديال لافواتير يعني كنخلي لا هذا ماشي ماده برودوي شيميك اللي كنلوحوه ريتما هو تيعطي الفعاليه ديالو هاد البرودوي هاد الدور ديالو انه كيذوب يزيل الاوساخ من السياره يعني ملي كتلوح هاد البرودوي كتعطيه 3 دقائق حتى 4 دقائق كيديطاشي كاع داك الوسخ اللي كاين في السياره فهاد اللحظه هادي لا 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 العامل كيدوز على بنوات لي بات كي سوبارشوك اللي تيكون فيهم الغيس بالبرودوي اللي كاين هو اللي داير هاد الرغوه هو اللي داير هاد لاموس هادي في الاخير ملي كترطب السياره كنستعملوا الماء مره واحده في السياره يعني جميع السيارات تقريبا كتقان ما يعادل 4 حتى 5 ديال اللتر ديال الماء لا هذيك في العمليه هذيك في العمليه البدائيه اللي كتغسل بها السياره بالصابون هي اللي كتستعمل فيها الماء جوج مرات اما بالنسبه لعند البرودوي كنسميوه بالنسبه لنا حنا دايرين نسميوه باك سبيسيال وحاليا تقريبا من الوقت اللي خرج هذا القرار هذا هو العمل اللي ولينا كنعتمدوه ما فيهش الثمره وكنقتصدوا 50% من المياه تقريبا لان عوا دير الماء جوج مرات للسياره تضطر دير الماء غير مره واحده حنا ما كن حنا خدامين بالماء ديال الابار كما كتشوف البير هو هذا البير غنوريك لاسيتير من ها انت تشوف سير معايا لداخل باش غتشوف بالضبط حتى بالنسبه للماتيريال حتى بالنسبه للماتيريال استاذي العزيز ها انت ما كملاش ثلاثة ديال السيمانات جوج شهر 8 2024 خديت جوج بومبات جداد على ود الماء باش نحافظوا على الاستهلاك ديال الماء لان البومبا الماتيريال ملي كيقدام واخا ندخلو تيوم المسائل ملي كيقدام كيبقى ينقص في الفعاليه ديالو خدينا جوج ديال البومبات كل وحده راه تقريبا 8500 درهم باش كيتخادو هاد البومبات هاد خديناهم رغم الظروف خديناهم بالكريدي باش نقدروا نوصلوا لذاك الشيء اللي باغاه الدوله واللي باغي لا 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 يعني اللي خاص يكون. ماشي الله يسعدكم انتم شويه. نتمنوا من الله يكون خير للجميع. كنخدموا البومبات ديال هوت بريسيون عندنا البير ها هو البالون ديال البير يعني اللي كياكد ان البير هذا راه معروف يعني الكل كيعرف ان هذا البالون هذا عنده علاقه بالبير. هذيك تما فين كيكون الماء؟ لا هذا غير بالون مرتبط بالبومبه اللي كتجر الماء من البير. كما قلنا هو غيخلي واحد 3 دقائق تقريبا هو ما كاملاش ضروري كتبقى 3 دقائق بالماء ضروري باش باش يعطي الفعاليه ديالو دابا حاليا غيهز الدري بيستولي ديال الماء وغتشوف شحال غيستغرق في تنظيف السياره بالماء يعني درتو هذه العمليه والتجربه يعني هي اللي معتمدينها تقريبا من الوقت اللي خرج القرار العاملي رقم 90 23 يناير 2004 هذوك كنسميوه لافا سبيسيال كنسميوه حنا سميناه باك سبيسيال اغلبيه ديال الزبناء اللي كيعرفوا اوتو بريونس تقريبا راه غتلقاوها في لي كومونتير اغلبيه ديال الزبناء كنقول ليه لافا سبيسيال كيقول لي لا نورمال كنقول ليه اسمح لي الا ما كنتيش غتعاون مع البلاد وغتعاون في الاقتصاد ديال البلاد غتساهم في شحال الفرق بين لافاج نورمال ولافا سبيسيال حنا بالنسبه لينا ما درناش الفرق باش نربحوا لا بغيت غير نعرف شحال الفرق الفرق بيناتهم 20 درهم أيه. هذيك ال 20 درهم لان العامل كيتخلص ما كيتخلصش بالاجره اليوميه ولا الاجره الشهريه العامل في هذا القطاع كيتخلص على السياره لا كيتخلص بلا كوميسيون يعني تياخذ الثلث في الدخل اليومي ديالو الا دخل قدر المثل 300 درهم تياخذ منه 100 درهم مزيان دخل 150 درهم ياخذ 50 درهم يعني عنده الدخل ديالو هو الثالثه حنا هاد ال 20 درهم اللي زدناها ما بين في لاباس سبيسيال فيها يعني الا جيتي تقسمي 20 على 3 غتعطيك تقريبا 6 فاصلة حاجه حنا كنديروا لها 7 درهم يعني 7 درهم هي كتمشي للعامل كتبقى لنا 13 درهم حنا كاصحاب الورشات كتبقى ديك 13 درهم فيها ثلاثه ديال لي برودوي فيما كما قلنا برودوي ديال الجوانت وبرودوي ديال الاكستيريو ديال الكاروسري وكنزيدوا واحد برودوي ديال الانتيريو اييه بريو ديال الانتيريو يعني فيها ثلاثه البرودويات الا كان عندك المهني يعني حريفي متمكن من الحرفه ديالو 100% غيقدر يستهلك لك 8 دراهم حتى 10 دراهم ديال 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 لي برودوي يعني انت ما زدتيش 20 درهم باش تربح غتبقى لك فيها 3 دراهم ولا 4 دراهم ديك 20 درهم اللي زدتي اذا خلاصه الموضوع انكم انتم ما تعتمدوش على الماء كثير باش انكم تغسلوا السيارات كتعتمدوا على لا بريسيون هوت بريسيون واحد الضغط اللي هو عالي اكثريه كتخرجوا الهواء اكثر من البرد اكثر من الماء معروف
معروفه لانهما درناها على المباشر معاك ودرناها مع الناس اخرين كان عندهم لافاج. حنا تنتمنوا ان الصوت ديالكم يوصل لان المشكل ماشي متضررين نتوما بوحدك بل متضررين حنا كيف ما قلتي كاملين. ان الجماليه ديال مدينتنا انك تشوف سياره نقيه تشوف طاكسي نقي تشوف وسائل النقل نقيين تشوف كل شيء نقي بطبيعه الحال. الا ما جاش عندك غيغسل في دارو وغيهرق الماء كثر منك. الاخت الفاضله الاثنين المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيتي ندير معاك كيشوف راسو كيديرها كيديرها كيبان ليه لافاج ساد تيخرج شي يوم المحل ديالو كراء السيارات كتدخل ليه الطوموبيل نهار الحد في العشيه كرفصه يعني كليان كان راكب عليها 6 ايام ولا 10 ايام والله اعلم تيحط عليه نهار الحد في العشيه مكرفصه صباح الاثنين كيبغي يغسلها كيلقى لافاج ساد كيضطر يعطيها لعند واحد من الناس اللي خدامين معاه يخرج شي يغسلها في الباب. الناس اللي كيديروا كما قلنا اعاده التصبيغ نفس المشكل كيدوزوا العمليه ديال السياره كدوز من بزاف ديال العمليات من بعد كل عمليه خصو يغسل السياره. الا سال العمليه ديالو نهار الاثنين مع العشرة ما غيتسناش حتى الخميس يحل لافاج غادي يغسل السياره غيغسلها يغسلها في الحين. يعني من هذا الشيء كامل حنا فقط كنشوفوا راسنا اننا كاين واحد القرار تعسفي بحقنا يعني بحال قلتي حنا عوض ما نقتصدوا الماء غادي نزيدوا نضيعوا بزاف وما عندو التسع هذه ديال عاد رخصوا كتخلي نصوا هي يعني ما ما ما, ما خصناش كاع نقولوا باللي هنا في هذه الحاله هذه كنشوفوا راسنا اننا كنا كبش فداء. جلاله الملك محمد السادس في الخطابين الاخيرين ديالو اكد على ضروره ترشيد استهلاك الماء ولكن لم ولن يلمح او يقرر ان اغلاق الحمامات ومحلات تنظيف السيارات سيكون لهم مردود ايجابي في استهلاك المياه لان ما عندهاش شي علاقه باستهلاك ديال المياه. حنا فعلا كنستعملوا الماء ولكن ماشي هو الماده الاساسيه في غسل السيارات. اظن ان الرساله واضحه خويا منعم وكل شيء راه باين بالصوت وبالصوره وهذا الشيء راه كل شيء تيعرفوا بطبيعه الحال. حنا تنتمناو كيف ما قلنا ان ربي يرحمنا بالغيث من عنده وما بغينا حتى شي واحد يسد ولكن فعلا راه كاينين قطاعات اخرى اللي كتستهلك المياه بكثره اكثر من لافاجات اكثر من الحمامات. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.